مرحبا، معكم حسن عبد الله. نزود لكم تفاصيل الحالة الجوية شديدة البرودة من مزاج اف ام ومقدمة من طقس وسم للتنبؤات الجوية. رح نبدأ معكم بصور الأقمار الاصطناعية. هناك منخفض جوي يتمركز فوق الأراضي التركية مع غيوم كثيفة وممطرة رح تصل هذه الليلة وغدا الخميس. هناك أمطار متفرقة غدا على مختلف المناطق ومن ضمنها العاصمة عمان، رياح نشطة، طقس بارد، ويختلف تماما عن اليوم الأربعاء. لكن بكرة بالليل الخميس على الجمعة تخف هاي الأمطار وتنشط الرياح، وذلك نتيجة وجود منخفض آخر وجديد يتشكل إلى الجنوب من قبرص. هذا المنخفض الجديد سيكون مصحوب برياح قطبية شديدة البرودة تندفع نحو المملكة كما نلاحظ هنا، وستسبب تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية والممزوجة مع البرد والثلج على القمم العالية. لكن ابتداء من ظهر الجمعة راح ينزل عندنا زخات الثلج على القمم الجبلية العالية اللي فوق 1000 متر عن مستوى سطح البحر، تشمل قمم العمان العالية، الطفيلة، الشوبك والكرك وعجلون وجرش. التراكمات قليلة ومحدودة ومؤقتة، لكنها بتكون أوضح في المناطق الجنوبية من المملكة. هذا منخفض الجوي راح يستمر معنا حتى مساء يوم الجمعة ويبدأ يخف تدريجياً خلال يوم السبت. الأمطار يوم السبت راح تكون متفرقة وهي أصلاً بقايا للحالة الجوية المؤثرة. كما نلاحظ في التوقعات ثلاثة أيام في العاصمة عمان، عندنا غدا مستوى التنبيه الأصفر نتيجة تساقط الأمطار المتفرقة، لكن هذا المستوى يرتفع يوم الجمعة ويصل إلى البرتقالي نتيجة غزارة الأمطار وتكون ممزوجة مع الثلج وزخات البرد، ثم ينخفض المستوى مرة ثانية إلى الأصفر يوم السبت نتيجة لتراجع الحالة الجوية. طبعا الحالات الجوية راح تتجدد معنا مرة أخرى بداية شهر 2، يعني نهاية الأسبوع الجاي، ورح تتساقط مرة أخرى الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق. كان هذا كل ما لدينا، في أمان الله.